صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي ومن داخل فرع الشيخ زايد هنقل لكم آخر أخبار النادي. خلوني في البداية أبدأ كالعادة بأخبار الفريق الأول لكرة القدم. طبعا النهاردة هيكون في راحة أيضا من التدريب بعد قرار مستر فيتس موسيماني بمنح الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة على أن يتم استئناف التدريبات غدا استعدادا للمباراة القادمة. كمان قرر مستر بيتس وموسيماني طبعا بعد المشاورة مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على دخول اللاعبين في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مباراة يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، طبعا لدخول اللاعبين في أجواء المباراة وفي حالة تركيز كبيرة قبل المباراة. طبعا المباراة هتكون مش سهلة، مباراة كبيرة، الترجي فريق كبير لكن النادي الأهلي قدها، والحقيقة هو ده كان كل كلام مستر بيتسو موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ في حالة التركيز اللاعبين وإن التأهل لم يحسن بعد، لكن طبعا عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي وإنهم هيكونوا على قدر من المسؤولية. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ أكد استمرار الحظر الإعلامي للاعبين، يعني ممنوع على جميع اللاعبين الظهور إعلاميا، أيضا ده ضمن الاستعدادات وخطة التركيز الكبيرة للاعبين. كمان بقى معانا أخبار جيدة الحقيقة لجميع الأهلاوية، وهو بعد ما أعلن دكتور أحمد أبو عبلة عن حالة اللاعب أحمد رمضان باكم وإنه حالته في تحسن مستمر، يعني هو خضع لبرنامج تأهيلي ولسه طبعا مستمر لمدة 3 أيام في القاهرة وبعدها هيبدأ يرجع يشترك ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق لكن بشكل تدريجي. أيضا اللاعب محمد هاني واللاعب محمود متولي هيقدروا يشاركوا مع الفريق بشكل طبيعي بداية من بكرة بعد عودة واستئناف التدريبات مرة أخرى، يعني محمد هاني في الفترة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من إصابة تمزق في العضلة الأمامية، واللاعب محمود متولي بالفعل تم تعافيه من إصابة شد خفيف في العضلة الخلفية وخلاص هيرجعوا يشاركوا مع الفريق بشكل أساسي. يعني طبعا بتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يدعموا صفوف الفريق، ويمكن دي أخبار حلوة لجميع الأهلاوية قبل مباراة يوم السبت. يعني كمان استكمالا الحديث عن الجزء الطبي بالفريق، أعلن دكتور أحمد أبو عبلة إن الفريق هيتم طبعا إن هو هيحصل على لقاح فيروس كورونا لسلامة اللاعبين لكن تم تأجيله بعد مباراة الترجي عشان أيضا حالة التركيز اللي الحقيقة محطوطة جدا في الحسبان سواء عند كابتن سيد عبد الحفيظ أو مستر بيتسو موسيماني وجميع الفريق الأول بكرة القدم. قبل ما أختم كلامي عن الفريق الأول لكرة القدم طبعا بتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يتخطوا عقبة الترجي التونسي ويتأهلوا للنهائي. خلونا بقى دلوقتي نروح للأخبار الاجتماعية، ولجنة الطفل بالتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية بتعلن عن إقامة النسخة الثانية من متجر الطفل، يعني النسخة الأولى كانت هنا بفرع الشيخ زايد، المرة دي هتكون بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد عند حديقة الخالدين يوم الجمعة القادم. اليوم هيكون من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء والعمر المحدد من 8 سنين حتى 14 سنة، فياريت كل الأعضاء اللي مهتمين باليوم يتجهوا لإدارة العلاقات العامة بثلاث فروع النادي ويسجلوا أسماء أبنائهم. يعني طبعا هيكون يوم مميز جدا وإكسبيرينس مختلفة لجميع الأطفال وهيكتسبوا خبرة جديدة، يعني ياريت تتجهوا لإدارة العلاقات العامة وتسجلوا أسماء أبنائكم. والحقيقة أن لجنة الطفل بتؤكد عدم تدخل ولي الأمر لنجاح اليوم واعتماد الطفل على نفسه. يعني دي كانت أبرز أخبار داخل النادي الأهلي من فرع الشيخ زايد، العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جدا جدا ليكي يا هنا على هذه التغطية الأكثر من رائعة حقيقة.